طبعا كل الذكريات الحلوه دائما بتبقى في النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه لان احنا الاسبوع ده، مش الاسبوع ده بس، الشهر ده بنتكلم دايما عن جمهور النادي الاهلي ودوره يا رمزي في مسانده ودعم والوقفه جنب لعيبه النادي الاهلي. هل تعرضت لامر حسيت ان الجمهور بالفعل وقف معاك فيه؟ طبعا يعني يمكن كانت سنه 2009 كانت الحرب على غزه، وفي مواقف في الكوره كتير. يعني يمكن اول ماتش العبه مع النادي الاهلي في الدوري كان قدام الاسماعيلي وخسرنا 1-0، بس عملت ماتش حلو في استاد القاهره. الماتش اللي اخذنا فيه الدوري بماتش فاصل مع الاسماعيلي لو تذكر في استاد الماكس. اول ماتش كانت بدايتي، اول ماتش العبه اساسي في الدوري مع النادي الاهلي كان ضد الاسماعيلي. فرغم ان احنا خسرنا لكن الجمهور قعد ينده عليا بعد الماتش. الحاجه دي ما تتخيلش اثرت معايا ازاي ورفعت معنوياتي ازاي. ودايما سبحان الله حته تعاطف الجمهور، انت عارف دايما الجمهور المصري بطبيعته يعني كان متعاطف جدا طبعا، اللي هي قضيه الفلسطينيه. فكان بالنسبه لهم وجودي في النادي الاهلي كان ليا معزه خاصه عند جمهور النادي الاهلي، ودي اللي لمستها. وخصوصا كان ايامها كان الشعب يعني كنا اهلنا كنا بنمر فتره صعبه في غزه، كانت الحرب العدوان الغاشم على غزه. نعم. فكان الجمهور دايما بيندع عليا، وما انساش لما كانوا في ماتش الاهلي والزمالك الجمهور كله سواء كان الاهلي او الزمالك يعني القطبين بصراحه وحدوا الهتاف بالروح بالدم في ديكا فلسطين، وقعدوا يندهوا عليا. دي حاجه يعني ما انساهاش اثرت فيا كتير.